في هذه لحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس للبكار. يا محمد يا بن طحنون لو تكرمت حبيب. في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الخامس للبكار من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز. اللي في أول مراكز يا محمد يا أخي نخلي اللي زعل والله كيف عليك الله ادينا مجال يا ابن الحلال. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات رقم 16 غير مدون عنده في الكشف. اللي في ثاني المراكز اللي في أول المراكز هذه رقم 15 حيل السيد سعيد بن عبدون المري في أول المراكز. اللي في أول المراكز هذه حيل السيد سعيد بن عبدون في أول المراكز. أما في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه رقم 5 الشاهينية في أول المراكز للسيد حمد بن راشد. الشاهينية للسيد حمد بن راشد الزعبي في أول المراكز. في ثاني المراكز اللي هي رقم 15 حيل للسيد سعيد بن عبدون دقيقة و44 ثانية. في ثاني المراكز التوقيت الزمني دقيقة 44 ثانية و66 جزء من الثانية.